رغم كل الحملات الغربية والحملات من بعض المنظمات اللا أخلاقية، لكن قطر بقت صامدة صامدة كالجبال وكملت المسير. وقطر اليوم على مشارف هذا التنظيم، الحدث الرياضي العالمي الأكبر. قطر فازت قبل لا تبدأ البطولة، قطر فازت أمنيا، صحيا، تعليميا، رياضيا، وأهم شيء أنها فازت في المجال الديني. قطر عرفت كيف تروج للدين. قطر بهذا الوقت خير من يشرف الإسلام وخير من يشرف المسلمين. قطر قاعدة تلعب دور كبير طبعا، وقاعدة قايمة بدور كبير للدعوة للإسلام من خلال هذه البطولة، من خلال هذا التنظيم في هذا الحدث الرياضي الكبير. رفعت الراس يا أهل قطر.